شيو الفقرة شيوات وغادي نبداو بشيوة من المطبخ المغربي وكنقترح لكم اليوم طاجين ديال اللحم بالحمص. إذا باش نحضروا طاجين ديال اللحم بالحمص غادي نحتاجوا في المقادير كيلو ديال اللحم ديال الغنمي، بصلة متوسطة مفرومة، مطيشة وحدة، جوج ديال الدريسات ديال الثومة. في العطرية فاحنا غادي نحتاجوا لشوية ديال الملحة، الإبزار، سكينجبير والزعفران الحر. غنحتاجوا كذلك كاس صغير ديال الزيت المائدة، جوج المعالق ديال القزبر ومعدنوس مفرومين، أربعة الحبات ديال الدنجال صغير، جوج الكيسان ديال الماء، وغادي نحتاجوا كاس صغير ديال الحمص مرطب. اذا غادي نعاودوا المقادير اللي غادي نحضروا بها الطاجين ديال اللحم بالحمص ومزيين كذلك بالدنجال مقلي. غادي نحتاجوا الكيلو ديال اللحم غنمي، بصله متوسطه مشلضه، مطيشه وحده، جوج دريسات ديال الثومه، وفي العطريه فاحنا غادي نحتاجوا نص معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال الابزار، سكينجبير، كذلك نص معلقه صغيره، شويه ديال الزعفران الحر، كاس صغير ديال زيت المائده، جوج المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مفرومين، اربعه تقريبا ديال الحبات ديال الدنجال يكون صغير، جوج الكيسان ديال الماء، وغادي نحتاجوا كاس صغير ديال الحمص مرطب من قبل، يعني في الماء ليله كامله بطريقه العاديه كيف كنرقدوا الحمص. اذا طريقه تحضير طاجين ديال اللحم بالحمص، فاول حاجه في الطنجره من الافضل على اننا نديروا هذا الشيء في الطاجين لانه كيعطي واحد اللذه للاكل. كنوضعوا مطيشه وحده هي الاولى منقيه مقطعه لطريفات صغار، كنضيفوا لهاد المطيشه طريفات ديال اللحم ديال الغنمي، كنضيفوا بصله وحده مشلضه، جوج دريسات ديال الثومه مدقوقين، وكنتبلوا بالعطريه، يعني كنديروا شويه ديال الملحه، الابزار، سكينجبير، شويه ديال الزعفران الحر، عاد كنخليو هاد اللحم يتقلى شويه مع ديك المطيشه والبصله والعطريه، ثم كنضيفوا كاس صغير ديال زيت المائده وكنخليو كلشي كيتقلى مزيان، عاد كنرويو الطاجين بالماء الكافي تقريبا كيف ما قلنا جوج الكيسان تقريبا. ملي تيقرب يطيب هذاك اللحم وكيشرب هذيك المريقه عاد كنضيفوا كاس صغير ديال الحمص مرطب قلنا في الماء ليله كامله، كنضيفوه للطاجين، وكنضيفوا كذلك جوج المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مفرومين كيف ما قلنا مع الحمص مرطب ومفسخ اكيد. وفي هذه الاثناء يعني كنكونوا كنخليوا هذاك الحمص كيطيب مع اللحم، وكنمشيو كنقليو الدنجال، قلنا من الافضل على انه نختاروا الدنجلات اللي كيكونوا صغار باش كيجيو في المنظر مزيانين، كنقطعوهم بالطريقه العاديه، كنقليوهم في زيت المائده، ثم ملي كنبغيو نقدموا هذا الطاجين ديال اللحم يعني كيف ما قلنا من الافضل على انه يطيب ويتقدم في الطاجين ديالنا المغربي، فاحنا كنزينوه يعني واكيد وانا طيب مع الحمص، وكنزينوه بدوائر ديال الدنجال المقلي وتاكلوا بالصحه والراحه. قدمت لكم هذه الفقرة برعاية فيري توفيري. فيري كيدوم زوج مع برفقتنا مستمعينا دائما فقرة شيوات لالا مولاتي قدمنا طاجين ديال اللحم بالحمص، ودابا غادي نمشيو للديسير. كنقترح لكم كيكه بالكريم باتيسير وعصير الليمون. اذا باش نحضروا هذه الكيكه بعصير الليمون فاحنا غادي نحتاجوا المقادير جوج ديال البيضات، 8 ديال المعالق كبار ديال السنيده، 8 المعالق كبار ديال زيت المائده لوسيور، 8 المعالق كبار ديال الحليب سائل، 8 المعالق كبار ديال الطحين، خماره وحده ديال الحلوه. والتزيين فاحنا غادي نحتاجوا كاس كبير ديال عصير الليمون ومعلقه كبيره من البودره ديال كريم باتيسير. اذا غادي نعاود باش نحضروا كيكه بالكريم باتيسير وعصير الليمون. غادي نحتاجوا في المقادير جوج البيضات، 8 المعالق كبار ديال السنيده، 8 المعالق كبار ديال زيت المائده، 8 المعالق كبار ديال الحليب السائل، 8 المعالق كبار ديال الطحين، خماره وحده ديال الحلوه. وفي التزيين غادي نحتاجوا كاس كبير ديال عصير الليمون، من الافضل نديروا الليمون الطبيعي نعصروا كاس كبير، وغادي نحتاجوا كذلك واحد معلقه كبيره حتى المعلقه ونص ديال بودره الكريم باتيسير يعني كريمه الحلويات غبره هي اللي غادي نحتاجوا. فالطريقه عاديه كيف كنحضروا الكيكه، يعني كناخذوا واحد الاناء وكنطربوا هذه العناصر كلها بالطراب الكهربائي، يعني كنطربوا جوج البيضات مع 8 المعالق كبار ديال السنيده مع 8 المعالق كبار ديال زيت المائده، 8 المعالق كبار ديال الحليب السائل، كنطربوا مزيان، عاد كنبقاو نضيفوا الطحين ديال الفورس 8 المعالق وخماره وحده ديال الحلوه، وكناخذوا المول اللي كيدخل الفرن يعني على حسب الاختيار ديالنا في الشكل ديالو،
كندهنوا بشويه ديال زيت المائده ونرشوا بشويه ديال الطحين، ثم كنفرغوا هذا العجين ديال الكيك في المول اللي اختارينا. ومن بعد فاحنا كندخلوا الكيكه تطيب في الفران. ملي كطيب هذه الكيكه بطريقه العاديه، عاد كنصبوا عليها من الفوق الكريمه اللي غادي نحضروا، اللي على عافيه مهيله في كاسرونه كنديروا كاس ديال عصير الليمون طبيعي مع معلقه حتى المعلقه ونص ديال كريمه الحلويات، يعني الكريم باتيسير غبره كناخذوا منها معلقه حتى المعلقه ونص مع كاس ديال عصير الليمون طبيعي، كنديروا في كاسرونه على عافيه مهيله وكنبقى نحركوا ملعقه خشبيه حتى كيعقد هذا الخليط. ثم ملي كتخرج الكيكه من الفران فاحنا كنزينوا الوجه ديالها بهذا الكريم وكنبقاو نبسطوا بسباتول مزيان باش كتعطي نفس الشكل يعني في الوجه ديال الكيكه كلها. ثم كندخلوها للثلاجه باش كتاخذ هذه الكريمه كتاخذ الشكل ديالها وكتقدم بارده. ممكن من الفوق لكم الاختيار، اما نديروا اي نوع من الفواكه المعلبه حتى هي كتجي ممتازه، وتاكلوا هذه الكيكه نتوما والافراد الاسره ديالكم بالصحه والراحه. المربع الاحمر دلوسيور مربع ثقه قدم لكم برنامجكم المفضل. بمناسبة عيد الأضحى السعيد الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة إن شاء الله. ألو مدام عائشة، صباح النور، كيف صبحتي؟ على خير لاباس عليك الحمد لله، الله يبارك فيك. كله لاباس، مرحبا بسلامك، مشكورة. الله يطول عمرك وتسلم على إيمان وماجدولين وطاقم كامل ديال ميد راديو، وتحية خاصة لمونة مدموزيل مونة من راشدية. أيه مونة من راشدية ديولي، الحبيبة ديولي، الحاجة زهرة والحاجة فاطمة الدودي وبناتها والحاجة فاطمة ديال أسفي وسعاد ديال تيزنيت ومخلود جميلة ونادية من تارودانت ومنى السامرية ونجاة هرهورة وزهر طنطان وعاطفة من أكادير وإيمان وزبيدة الشافعي تيتنبارك لها عيد ميلادها تكون إن شاء الله بالصحة والهنا والسلامة، وعيد كردي من فرنسا وشرفة من هولندا. ايه تحية الجالية المغربية ايه وكل المستمعات. سعيد اليوم امتي محمد كلها. يا ربي امين يعودوا يعودوا ان شاء الله بالصحة والسلامة. شكرا لك بزاف. الله يطول عمرك، عندي اختي تقلية على شكل مغزية. ايه واخا نبداو بهذا الاقتراح. ايه عندي كناخذوا التقلية كنغسلوها مزيان مزيان راه الناس عارفين. ايه كناخذوا الكرشاتية كنسلقوها ونكربوها مزيان تتولي بيضة. واخا. وتنقطعها طريفات كتكون طرف ديال الكبده وطرف ديال الريه وطرف ديال الكرشه. كناخذوا التوابل ملحه صار كنجبير حيت مع شويه تقليه تكون الفره كندير فيها جوج دروج ديال الثومه علاش ومعلقه الزعفران عرق شويه ديال الزعفران الحر معلقه صغيره ديال القوام ديال الموزيه كاس صغير ديال الزيت زلافه ديال الزبيب معلقه ديال العسل ومعلقه ديال القرفه ونص وعيد ديال القرفه حتى هو كنلوحو معاها ونص معلقه ديال السمن. تناخذوا هاد الجميله ديالنا تنشحروا فيها كاع هادشي اللي هاد التقليه مع التوابل كلها اللي قلت لك وتنخليو العسل والزبيب هما الاخرين. الو اييه حنا في الاستماع نرويوها تنرويو على القياس صافي نخليوها حتى كتقرب طيب تلوحوا في هذيك الزلافه ديال الزبيب اللي كنكونوا مرطبينه في الماء اييه في المرحله الاخيره كنديروا الزبيب نديروا داك الزبيب وتلوحوا معاه حتى كالمعلقه العسل الا كان حور كان بها ما كانش حور ماشي مشكل صافي تنخليوه يطيب تنزيدوا عليه واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق هكاك حتى كيطيب صافي تنحطوه تنجي تجي هائله يعطيك الصحه كيف ما قلتي هذه التقليه على طيبه ديال المرزيه كتجي شويه عسله وكتبقى حتى الا بقات كتبقى كل ساعه كتحطي منها شويه شويه كتكون مزيانه عندي ضلعه بلوز فيلي اييه تفضلي تناخذوا الضلعه ديالنا تنتقبوها كلها بالفرشيط تقبوها مزيان تناخذوا القوام ديالها الزعفران الحر زعفران عرق ثلاثه دريسات ديال الثومه على شكل بوماد اييه شويه الملحه شويه البزار سكينجبير شويه الزبده تنقلطوا الضلعه ديالنا كندهنوها مزيان كلها بداك القوام حتى كندهنوها تناخذوا ثلاثه البصلات مشلضين تنديروا في الكميله تنحطوا عليهم ديك الضليعه ديالنا وتنبقاو تتشحر مزيان تنشحروها مزيان تتشحر تنديروا فيها تيتا الرويوه على حساب الروا ديالها تنغطيوها حتى كطيب ملي كطيب تنهزوا واحد جوج مغيرفات ديال البلول كنحطوا فيهم داك الزلاف داك الدغميره كنحطوا فيها داك اللوز فيلي يعني فواحد الكويسرينه صغيره يكون بوحدو اييه كنهزو الضليعه ديالنا كنحطوها في الفران وكندهنوها شي بالزبده حتى كتحمر تناخذوا ديك الدغميره الاولى كنحطوها من التحت وكنحطوا ديك الضليعه وتنستفوا فوق منها داك اللوز كله كيجي مغدرقها كيجي مغطيها اكثر كيجي زوينه
صافي تنحطوا الصحة والراحة. يلا يعطيك الصحة. حتى هذا يعني اقتراح مميز بالنسبة لعيد الأضحى إن شاء الله. عندي أختي اللحم زيقو على شكل هرقمة. حيت كاين اللي ما تياكلش الكرعين غنديرو لهم اللحم. واخا. ناخذوا زيقو تنقطعوه على شكل دوائر متساوية هكا. تنقطعوا ثلاثة البصلات مشويضين. ثلاثة دروس ديال الثومة. الكمون. مليحة. بزار. تحميرة. الزعفران تا هو عرق شويه الزعفران الحر سكينجبير زلافه الحمص مفسخ ومفسخ وزلافه ديال القمح القمح حتى هو مفسخ اييه كناخذوا الكميله ديالنا كنفلضوا فيها البصله تتبل مزيان كنلحوا في هذوك الطريفه ديال الجيكو تلحوا عليهم دوك القوام اللي قلت لكم كله هكايا وتناخذوا جوج كيوس انا شخصيا ندير هذوك الكيوسه نخليهم بيضين نصاوبهم خصيصا مثلا ملي كتبغي ديري شي حاجه بحال الهرقمه ولا صايبهم صايبهم ديروا ليهم الخيوط في الراس ديالهم حتى غير كنجمعهم هكا وتلحهم كنصايبو كناخذوا دوك الكيوسه واحد كنديروا فيه الحمص واحد كنديروا فيه داك القمح بعد ما كنغسلو مزيان حتى كتحيد من ديك الغبره ديال الدقيق باش ما يجيش مع الصد صافي تنديروا القوم ديالنا في هذاك الهرقمه ديالتنا تناخذوا دا شويه البلو ثاني تنهزوا تنديروا فيه ديك الكيوسه ديال الحمص وديال ديك القمح تنخليهم يطيبوا ابار ما كيطيبوش مع الكميله صافي ملي كنجيو نستفوا الحمص ديالنا بهاد القوام اللي قلت لكم صافي تنحطوهم تنشدوا ملي كيطيبوا دوك الكيوسه كنخرجوهم كناخذوا واحد الزليفه صغيره تنديروا بها الديكور تناخذوا معلقه زليفه ديال الحمص تنقلبوها في الطبق وكنعاودوا ثاني نديروا ديال القمح ديال القمح حتى كيجي كله ضير دوك الزليفه هكا يلا يعطيك الصحة هذاك الشيء كيجي زوين هذا الوصفة اللي عطيتكم هو فعلا هاد الاقتراحات كلهم مميزين بالنسبة لعيد الأضحى دائما نحاولوا نغيروا شوية وعندي ذاك الراس مبخر واخا نختموا به أيه تفضلي أيه الراس مبخر تديري فيه شوية ديال زعيط الزعتر شوية السلمية شوية مرد الدوش وصافي كديري كيتيت مخر الزعتر والسلميه ومرد الدوش وفليه وتيميجه اييه هادشي كله متوفر كيتحط كيجي معشومه واخا كياكل شويه ما كيتقل عليه ما فعلا ما كيتقل ما والو مزيان بالنسبه لهضم اييه وعندي نعطي عندك واحد المخ مخ مشوي بسرعه اييه واخا تفضلي يلا كنشدوا المخ ديالنا كنفلقوه مع طريف ديال الثومه واحد نص معلقه ديال الخل وواحد دريس الثومه ومعلقه الخل واحد شويه الملحه وورقه موسى ملي كنسلقوه تنحيدوا لي ديك العريقات وداك الشيء ديالو تنقطعوا على شكل فقاس بحال هكايا تناخذوا الشوايه ديالنا كنفرشوا فيها الالومنيوم كنديروا فيها الربيع كنفرحوا فيها الربيع فرشوا الربيع كنحطوا دوك طريفات المخ ديالنا تنعاودوا نحطوا عليه ثاني شويه الربيع من الفوق صافي تنجمعوا في الالومنيوم تنديروا في الشوايه تيتشوى تنقدموه مع سلطه ديال ما تيشاو الفلفل طيبين تيجي تا هو بنين الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك الكمون بغيت واحد النصيحه نقولها للعيال الا ما طابش اللحم يديروا في واحد العلفه ديال التمر او لا دي كاينه واحد السنيده كتباع دابا عند العطار سنيده النيل تخرط دوك المصرنات كتردهم زعما نقيين بزاف كتنقيهم من داك شنو سميتها السنيده ديالاش النيل كتخلي داك المصرنات زوين كتخليهم نقيين هذه شنو يعني بحال دابا كتضاف مثلا معلقه منها في الطنجره لا في الماء في الماء كتغسليهم مع الغسيل يعني هذه في الغسيل ديال الغسيل كتغسليهم كيتخرطوا مزيان وكي زعما كيولوا ترونسبارون كيولوا كيبينوا كيبانوا نقيين من الداخل اي تبارك الله عليك شكرا لك بزاف مدام عائشه السعيدي لاله الحادقه سعيد الله يبارك فيك شكرا لك بزاف اكيد على انه كل